هي 6 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم اختناقا بغاز أكسيد الكربون ببلدية سريانة بباتنا، وقد عثر على الضحايا جثة هامدة داخل منزلهم بعدما اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي حسب عناصر الحماية المدنية في باتنا، وقد تم نقل الجثث إلى مصلحة حفظ الجثث فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في هذا الحادث. إذن الضحايا هم أم وخمسة من أبنائها. ومعنا هاتفيا من ولاية باتنا زهير نكاع المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية بالولاية. أهلا بك سيدي. إذن لو نعود إلى تفاصيل هذه الحادثة، تفاصيل دقيقة ربما أكثر دقة، خاصة وأنكم تدخلتم لنقل جثث الضحايا. حقيقة صباح الخير لك سيدتي ولمتفرجي قناة النهار. بكل أسف سجلنا صباح اليوم هلاك امرأة في 34 من العمر كما تفضلتي، بالإضافة إلى 5 من أبنائها تتراوح أعمارهم بين 2 و6 سنوات، من بينهم توأم في عامه الثاني. كل هذا إثر اختناقهم بغاز أو الأكسيد الكربون منبعث من آلة الطهي التي كانت تستعملها هذه العائلة التي كانت في زيارة لأحد الأقارب بالمنطقة المذكورة، وهي الطاقة بدوار الرواقد بإقليم بلدية سريانة. كما قلت كانت تستعمل آلة الطهي للتدفئة نظرا لبرودة الطقس، وتواجد هذه المنطقة كذلك كمنطقة نائية وبعيدة عن القطاع الحضري. تدخل مصالحنا حقيقة كان في الصباح وفي حدود الساعة 9:25، أين حاولت بكل الطرق من تقديم إسعافات الأولية لإنقاذ هؤلاء الضحايا، لكن للأسف انه توفوا في وقت سابق رغم انهم قدموا لهم يعني جرعات من الاكسجين وعمليات الدلك، لكن للاسف انه هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم قبل ذلك وقبل التبليغ واختار مصالحنا. نعم، طيب بالحديث عن التدخلات سيدي الفاضل، هل كانت هناك تدخلات في الايام القليله القادمه مثل اليوم، خاصه وانه تقريبا جل او العديد من مناطق الوطن عرفت انخفاض محسوس في درجات الحراره خلال التقلبات الجويه؟ الحالة الوحيدة التي سجلت بها وفيات بولاية باتنا خلال هذا ولوج فصل الشتاء هي كانت ليلة البارحة إلى صباح اليوم، بالإضافة إلى ذلك أنه سجلنا خلال شهر نوفمبر الجاري 3 تدخلات أخرى في وقت سابق تم خلالها إسعاف وإنقاذ 10 أشخاص، كانت ذلك في 3 تدخلات متفرقة. وهذا يأتي كله يعني دعيني أقول أنه في إطار الحملة التحسيسية الواسعة التي بشرتها قبل أيام مصالحنا رفقة مختلف الشركاء من أجل تحسيس المواطنين بأخطار الاختناق بالغاز. هذا لم يشمل فقط القطاع الحضري بل امتد إلى مختلف الدوائر والبلديات من خلال إشراكنا كذلك مع مؤسسة نفطة لتحسيس المواطنين في أخطار استعمال سيء لقارورات الغاز مثل ما حدث بليلة البارحة. من طرف المواطنين السيد زهير نكاع المكلف بالإعلام والاتصال لدى المديرية العامة للحماية المدنية، كنت معنا من باتنا، شكرا جزيلا لك.